الله يسعدك، شلون الصحة؟ قولي ايش قاعد يعطوك بهاي الشركة راتب؟ يسوى ما يسوى؟ والله يا اخوي هذا سؤال شخصي، يعني انا مو مجبور اجاوبك عليه. بالفترة الأخيرة هواي دا أسمعها وهواي دا أشوف إنه هواي ناس دا يسألوها ودا يصير الموضوع عادي. هاي واحدة من الأسئلة اللي دائما تنسألها إن كان من الـ HR، إن كان من الناس اللي موجودين، إن كان من أصدقائك، وهذا الشيء أني شخصيا أعتبره هو شيء شخصي أو شيء خاص. طبعا هذا السؤال صاير ستاندر سوق، يعني أول ما تقعد تشتغل بالشركة الماضية صارين مثل جماعة البيجات، يعني لما تقدم على وظيفة ما يقول لك إيش قد الراتب، يعني أنت لازم تقدم على الوظيفة ولما يبقى لك شوية على توقيع الجوب أوفر أو توقيع العقد يقول لك والله الراتب ترى هالقد. وحتى أنقذك من هاي العملية أنت تحتاج هنا تسوي شغلة بسيطة، واللي هي أن تسأل عن متوسط الرواتب اللي موجود بالشركة، أو تتواصل ويا جماعتك وتشوف هيك نوع وظائف ايش قد تكون رواتبهم بسوق العمل، مو شرط يكونوا ويا هاي الشركه. وهذا كانت من المواقف اللي دائما تصير ويا كل الناس. هسه احكي لنا شنو المواقف اللي صارت وياك بالمقابله لما سالوك على الراتب، واذا اكو سؤال كرنج ثاني يخص المقابله تكتب لنا اياه بالكومنتات. تبيع حل لتبيع منتج، يعني شنو؟ تابع الفيديو للنهايه حتى تعرف ليش احنا نحكي هاي الحكايه كمسوقين وشو الغرض منها اللي انا وايد نسمعها. السلام عليكم مرحبا اصدقائي، اتمنى تكونون بخير، انا ان شاء الله شكرتي، وخلونا نشوف شنو سالفه اليوم. بالفترة الأخيرة هواية من الشركات الناشئة إذا تبدأ بمنتج كلش حلو بس إذا تفشل بالتسويق، السبب هو نقص الخطة التسويقية المناسبة. إذا تذكر بداية المحتوى أنا قلت لك أنت تبيع الحل ما تبيع المنتج. أخوي الخطوة الأولى حتى تحقق النجاح بمنتجك هي أن تبني جمهور إلك، وهذا لازم تنزل المنتج إلهم حتى تعرف من الناس اللي راح تكون متحمسة للمنتج مالك واللي بدوره راح يساعدك في أن تصنع نجاح. يعني لما تكون عندك استراتيجية تسويقية صحيحة راح تساعدك تقود الجمهور اللي انت بنيته بنجاح نحو شراء المنتج مالتك، وهذا بدوره راح يحوله الى مبيعات. زين انت هسه قول لي، جاهز تعيد النظر باستراتيجياتك التسويقية؟ إذا أنت محتاج أن تعيد النظر باستراتيجياتك التسويقية وتعرف جمهورك المناسب اللي راح يتحول إلى ناس تشتري منك المنتج، كل اللي عليك هو أنك تتواصل وياي وإن شاء الله راح نحل لك هاي المشكلة. بيس. فأنت تحدد له شنو راح تنطيب $100. ومشاهدينا هسه صار ويانا هشام حتى نتحدث وياه بكل شيء يخص التسويق والمبيعات، وأيضا شلون ممكن الشخص يطور من نفسه وينتقل إلى مكان أفضل أو يطور من مستواه الوظيفي. يسعد صباحك هشام، نورتنا، أهلا بك بصباح رجلة. يسعد صباح الخير، شكرا لاستضافتكم اليوم، نورتنا كثير. طبعا هشام احنا اليوم نريد ناخذ منك مجموعه من المعلومات حتى نفيد كل الشباب اللي حابين يطورون من نفسهم، ولكن قبل حابين نتعرف عليك. منو هشام الشكرتي؟ شويه احكي لنا عن نفسك. اوكي، هشام الشكرتي هو بدايه هو مصمم، بعدين انتقل الى مسوق، وحاليا هو بالمبيعات. هشام الشكرتي هو شاب عراقي عنده مجموعه خبرات قدر ان يطور نفسه بالسنوات الماضيه. الحمد لله بآخر 6 سنوات يعني كنت شاغل المناصب اللي تخص التسويق. من خلال الشغل ماتي اللي هو كان بالاتصالات بشركات الفنتك اللي هي فاينانشال تكنولوجي، اشتغلت بالاستثمار العقاري، وكل هاي الامور الحمد لله قدرت ان توصلني لمستوى خبره وفهم للماركت العراقي اكثر. نعم. نعم. طيب هشام، شلون تحولت من موظف الى مدير وشنو الفرق اللي صار وياك؟ اوكي، انتقاله الموظف الى مدير هي انتقاله كلش كبيره، انتقاله الموظف الى مدير انتقاله اضافت لي كثير على صعيد الحياه الشخصيه، على صعيد العمل، كل هاي الامور قدرت ان اتطور بي. بس بالبدايه طبعا احنا نبدي بعقليه الموظف، الموظف اللي هو أنا عندي دوام من 8 الصبح أكمل بالخمسة انتهاني لازم أرجع حياتي الشخصية. بالنسبة للمدير احنا أنا كنت متصورها مثل الأفلام تصير، أنه مكتب كبير وعندي سكرتير، راح أكون مرتاح. بالضبط، راح أكون مرتاح وأطب وأطلع شوكت ما أريد. الحقيقة لما صرت بمنصب مدير هاي أول الشغلات اللي أنا صدمت بيها، أنه ماكو طبة طلعة، ماكو براحتك، التزامات، مسؤوليات، كل هاي الأمور أكثر. حلو. طيب يعني انت اليوم ليش يعني اهتميت اكثر شيء بالمبيعات؟ يعني شنو السر او شنو اللي جذبك بالمبيعات؟ تمام، سؤال حلو. بالنسبه للمبيعات، اهتمام بالمبيعات، حاليا العراق مر باكثر من مرحله، او سوق العمل مر باكثر من مرحله. المرحله الاولى هي كانت مرحله التسويق. الشركات الناشئه بالعراق او الشركات الكبيره
تواجه مشكلة كانت بالسنوات الماضية بمشكلة التسويق، أوكي؟ شلون توصل رسالتها بشكل صحيح، شلون يكون البراند مالتها بتواجد تواجدها بسوق العمل، شلون شكله راح يكون، كل هاي الأمور العراق كان محتاج إنه يسيطر عليها. من بعد ما التسويق اشتغل وصار كثير من المسوقين الناجحين موجودين بالعراق، انتقلنا للمرحلة الثانية واللي الفيز الثاني اللي هي المبيعات. احنا هنا لازم نفهم المبيعات. حاليا المبيعات اكو مبيعات بروفيشنال، اوكي، احترافيه بارقام بمعرفه بخطه، واكو مبيعات هي مال تجار. مبيعات التجار هي جدا مختلفه عن المبيعات البروفيشنال. المبيعات التجار ياخذون شيء بالجمله، ما ياخذ انه اني هذا المنتج اللي اني داريد ابيعه هذا بتسويق، بجزء منه تسويق، بجزء منه لازم يروح للموظفين، جزء منه لإدارة الصفحة، جزء منه على سبيل المثال ممكن يكون عندي شركة، جزء منه للشركة يروح. فكل هاي الأمور لازم تأخذ بنظر الاعتبار، واللي هو من ضمنه أو الكور الأساسي مالته التسعير. فهذا التسعير راح يضر على يضر المنتج أو يفيد المنتج. فكثير من الأمور راح تشمل التسويق والمبيعات. الانتقالات هاي أو المبيعات لها دور كلش فعال، ويحتاج العراقي أن يكسر حاجز الخجل بالمبيعات. إحنا كعراقيين ما نتحمل واحد يقول لنا لا لا، أوكي؟ المبيعات بها ريجكشن، بها لا. لا لما تنقال بوجه الشخص راح تغير هواية شغلات بشخصيته، بالثقة بنفسه، بتفكيره، بسرده للمنتج أو الأمور اللي هو ده يشتغل بيها. نعم، حلو. هل تحس إنه التسويق والمبيعات إلى ربط بكل يعني مجالات الشغل؟ لهذا أنت اشتغلت بأكثر من مجال، اشتغلت بمجال العقارات وقبلها مجال التكنولوجي. هل تحس إنه لهذا اختارت التسويق لأنه هو مرتبط بكل شيء؟ يعني أنت مجرد ما تفهم التك الصح مال التسويق راح تقدر أنت تسوق لأي شيء. أوكي. اوكي، راح اوضح الموضوع. موضوع التسويق او اي مهنه بالعالم، المهنه بشكل عام هي عباره عن مجموعه ادوات. مجموعه الادوات هاي اذا انت قدرتي ان تتمكنين منها وتسيطرين عليها، انت راح تقدرين تحترفين بيها. يعني على سبيل المثال انا هسه يمكن نحطها على سبيل المثال سياره، اوكي، انا هسه اذا اسوق روز رويلز او اسوق فيراري او اسوق مثلا مرسيدس، هي نفس المبدأ السياقة، بريك بنزين، أوكي؟ فعلا. التسويق أو المبيعات أكو مجموعة أدوات الإنسان لازم يحصل عليها. هاي الأدوات إحنا لما نقدر نفهمها ونديرها بشكل صحيح، مهما تغير المكان اللي إحنا شغالين به ممكن نسوي تويكات بسيطة أو تعديلات بسيطة على طريقة العمل مالتنا، وبذلك احنا راح نتمكن. بس تبقى المنتاليتي مالتنا هي شغالة حسب المكان اللي احنا شغالين به. نعم، صح. طبعا اليوم كلمة ماكو شغل نشوفها ونسمعها من أغلبية الشباب. هل فعلا اليوم ماكو شغل؟ لو الشخص اللي يريد يشتغل ممكن يشوف لأي شيء أو يبتكر شيء لنفسه يعني؟ اوكي، هاي الكلمة ممكن تقبب الناس علي، بس ماكو شغل هو عذر. يعني انا كثير من الناس موجودين على صفحة مالتي اللي هم اصدقائي، نعم، دائما يقولوا لي ماكو شغل. اوكي، الشغل مستحيل هو راح يجي دق بابك. الشغل مستحيل هو راح يقول انا شغل تعالوا قدموا عليه. الشغل لازم ينخلق، الشغل لازم نسعى له، الشغل لازم نكون متساويين بالكفاءه وياه. اوكي، يعني بما يتطلب، بمعنى اخر بما يتطلبه سوق العمل. فلما انا ما اشتغل، لما انا اقعد كل يوم الصبح اقول ماكو شغل، بس انا لا مقدم على وظيفه، لا مقوي اللغه مالتي، لا معدل السي في مالتي، لا مسوي الامور الاخرى. تخرج قبل 7 سنوات وقاعد ولا اقبل باي شغل، اقبل باي شغل، بس يريد منصب المدير من اول يعني وظيفه. هذا الموضوع هو كثير ما نواجهه. ما نبدي من الصفر، نبدي منصب كبير، اوكي، وهاي الامور اللي يوقع بها كثير من الشباب. فدائما اقول انه شغل اكو، بس الشغل لازم انت تسعى له، الشغل ما يجيك. واكو كثير طرق ممكن انت تحصل بها الشغل وتقدر تطور من نفسك، بس اول شيء لازم يبدي من ذاتنا، يبدي من طريقة تطويرنا لنفسنا. شلون راح نطور نفسنا حتى نقدر نحصل هذا الشغل؟ صحيح. ماكو تعيين، مو بس ماكو شغل، ماكو تعيين همينة. أوكي. انت شنو رأيك؟ يعني اكو هواي شباب هم ينتظرون التعيين، فبرأيك الوظيفة الحكومية افضل للوظيفة الاهلية من ناحية تطوير الذات ومن ناحية الواحد يشيل خبرات؟ من هاي الناحية بدنا نحكي. رأيي شخصي، اوكي، رأيي شخصي اهلي. القطاع الخاص، القطاع الخاص، ولما بلشت البيج لحد الآن وكل شخص أشوفه أقول إنه القطاع الخاص هو مستمر.
الدول الأوروبية أو الدول اللي هي خارج العراق حالياً دا تتوجه نحو القطاع الخاص. القطاع الخاص باستثمارات جداً كبيرة. القطاع الحكومي هو يعتبر يعني انصح التعبير وأنه نقول هو يعتبر شبه استنزاف للدولة نفسها ولميزانية الدولة نفسها. بالنسبة للقطاع الخاص أنا دائماً أشجع الشباب في أن يدخلون للقطاع الخاص، يعني بصراحة حتى نكون صريحين بوضعنا الحالي ماكو أي تطور، ماكو أي اهتمام بالوظائف الحكومية. يعني أنا لما أكون في شركة ممكن الشركة تهتم بي لأن أنا يعتبر الأسيت أو الاستثمار مالتهم. لما الشركة تستثمر بموظفها فهم راح يقدرون يحققون النجاح. بالنسبة للدولة أكو كثير من الناس عندنا دا تتوجه للقطاع الحكومي اللي هو راتب قليل، الخبرة مالته قليلة، وإذا لا سمح الله صار أي شيء ما راح يلقى أي فرصة عمل تتناسب ويا بما هو موجود بسوق العمل. إضافة لهذا من النقاط اللي الناس اللي تشتكي منها إنه المعاشات قليلة، الرواتب قليلة. أوكي، ما هو أنت عندك فرصة بالقطاع الخاص. توجه الحكومة هسه دا يكون كل قطاع خاص، الدفع على القطاع الخاص. يعني كلكم لازم تتوجهون قطاع خاص. لازم يبقى جزء يعني مو كلش كبير. أوكي، ما نقدر نقول الماجوريتي أو اللي هي الأغلبية من الشعب العراقي يكون موظف، وهذا الشيء جدا منطقي. فلذلك لازم يكون جزء منا شغال بالقطاع الخاص وجزء منا بالقطاع الحكومي. أنا عني أهلي القطاع خاص فقط. نعم. طيب هشام، اليوم الشباب اللي متخرجين، نعم، شنو نصيحتك لهم حتى هم مثلا يعني يطورون من نفسهم أكثر بحيث إنه يلقون الشغل المناسب لهم واللي يحبوه بنفس الوقت؟ أوكي، بالنسبة للشباب الخريجين، أول مشكلة راح تواجه الخريج اللي هي lack of experience أو قلة الخبرة، وهذا الموضوع دائما يحكوني عليه إنه هشام أوكي أنا يعني شلون راح أتوظف والشركات تريد من عندي 35 سنة خبرة وأنا خريج، تطلب مني أنت خريج لازم تكون بنفس الوقت 10 سنوات خبرة عندك بمجال معين، فشي مو منطقي. أوكي، بالنسبة لهذا الموضوع فأكو كثير من المنصات أو الحاضنات نعتبرها موجودة بالعراق تدعم الشباب وتدعم التطور او النمو اللي يحتاجه الخريج. يعني على سبيل المثال، يعني ما ادري اذا اقدر اذكر اسامي، هاي الاسامي هي عراقيه فاني احب اذكرها دعما لهم. يعني عندنا مثلا ذا ستيشن المحطه ببغداد، عندنا ذا ميكرز، عندنا كابيتا، هذني اورنج كورنر، هذني المحطات او الاماكن تدعم الشباب وتطور من الشباب بشكل جدا مهم وهي مجانيه بمعظم احوالها. نعم. حابه احكي عن موضوع ثاني ايضا. اكو هواي شباب هسه هم عندهم الامكانيه انه هم يفتحون مشاريعهم الخاصه. يعني هو حابه اساله يعني عادي تخاطر انا صرنا هواي صديقات فكل اسئلتنا نفس الشيء. اكو هواي ناس عندهم الامكانيه انه يفتحون مشروعهم الخاص، يعني يقدر هو هسه يفتح مشروعه الخاص. ولكن بكتاب الاب الفقير والاب الغني يقول انه انت توظف حتى تتعلم بعدين بلش بشغلك الخاص. انت شنو نصيحتك؟ يتوظف ويتعلم فتره بعدين يبلش، لولا رأسا يبلش ويتوكل على الله؟ أوكي، بالنسبة إلي يعني أول ما بلشت وقريت نفس الكتاب Rich Dad Poor Dad. أوكي، بالنسبة لهذا الكتاب هو يعني دفعني أكثر من ما أنه أقول شجعني، لا دفعني في أن أخطو الخطوة الأولى. والخطوة الأولى يقول لي أنه لازم أني يكون عندي مشروع الخاص، يعني بحكم تأثرنا بالسوشال ميديا. صح. السوشال ميديا صارت مؤثرة كلش على على حياتنا الشخصية. حبيت أن أجازف أوكي بال 2018-2019 وحبيت أنه أني أخذ القرار وأستغل وقتي وأفتح البزنس مالتي. الحمد لله فتحت البزنس مالتي وبلشت كشركة وخلال سنة المشروع فشل. فطبيت ديبرشن وظليت أرجع أريد أفهم أنه أنا ليش فشلت، شنو السبب. من الأمور اللي افتهمتها أنه أني لا مريت بمرحلة المدير، لأن بوقت أنا ما كنت مدير. أوكي، أني لا مريت بمرحلة المحاسب، أني لا مريت بمرحلة المسوق. صح. أني لا مريت بكثير من المراحل اللي تخص الشركة، فقلة الخبرة مالتي سببت الفشل. إذن شيء منطقي، شنو المطلوب مني كشخص؟ مطلوب مني أن أرجع أعيد تفكيري، أن أرجع أقوي نفسي بهذه الاختصاصات اللي ممكن تأهلني أن أفتح البزنس. جوابا على سؤال حضرتك، الشخص اللي يريد يفتح بزنس هسه لازم يكون عنده باك جراوند. المدير بشكل عام هو راح يكون مدير لهذه الشركه، المدير بشكل عام لازم يكون عنده باك جراوند او خلفيه عن الامور اللي تتم بداخل المجال. مو شرط يكون مدير الشركه عنده خبره بكل شيء ويقدر يسوي كل شيء، لا، مو يعني ممكن يكون عنده خبره بس يجيب شخص كفؤ ممكن هو يرأسه
ويوجهه ويسمع منه، فبذلك هو ممكن أن يكون مدير، يعني هو مدير فقط راح يكون. أوكي؟ بس المفهوم اللي عند الشباب حاليا، لا أنا راح أكون مدير، راح أكون مسوق، راح أكون مصمم، أنا أفهم بكل شيء. شكرا جزيلا، أنا أفهم بكل شيء، ماكو أحد يفهم بكل شيء، وهاي صراحة يعني صح. ماكو أحد يفهم بكل شيء. أنا لما وصلت مرحلة أنا ما أفهم بالحسابات، رحت سألت ناس، ولما سألت قالوا لي أنت خسران بالبزنس مالته، طفيه. أوكي؟ طبعا هذا احباط وكسره، بس الكسره طبعا تخلينا اقوى ونتعلم أكيد. افضل فهذا الموضوع لازم يبدي، يعني يبدي من الصفر ويبلش فيه، يعني الغرض من بدايته من الصفر تقليل خساره فقط، يعني اقل الخساره على نفسي صح. حتى السمات الشخصيه ايضا تاثر فينا، يعني مثلا المدير، مثلا انا اشوف نفسي مستحيل اقدر اكون مدير، لانه انا شخصيتي كلش يعني ما اتناقش، ما اكون قاسيه مرات، فالمدير مرات شخصيته يحتاج هذا الشيء، وممكن هذا لهذا ما يناسبه، هو عنده كل الخبرات بس ما يقدر يكون شويه مرات بالوقت الصح، يعني انه يقول لا، مو صحيح؟ الاداره هي دبلوماسيه. اوكي، الإدارة هو شلون الشخص راح يكون دبلوماسي، أنه أنا بلحظة من اللحظات مشاعري راح تتحكم بي في أنه يعني أقوم بشيء غلط تجاه هذا الشخص، بينما حله يكون جدا بسيط. فإدارة وموازنة نفس الشخص هي شيء جدا صعب صح. فلذلك كلام حضرتك ممكن يكون صحيح ويا معظم الأشخاص اللي موجودين دار ما يدورنا صحيح. بس احنا بسبب تاثرنا بالميديا وانه نشوف منصب المدير حلو حلو ايه. مرات اقول اني اتندى ما يصعدني مدير، انا باقي موظف. اوكي بس بصراحه هي تضيف كثير للشخص، تضيف للكاريزما، تضيف للثقه اللي موجوده طبعاً. بداخل الشخص صح. وانت اضفت لنا هوايه اليوم بوجودك، شكرا جزيلا. شكرا لك، نورتنا. شكرا لوقتكم.